أبرز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات النظام تقصف الحقول الزراعية التابعة لقرية السرمانية بمنطقة سهل الغاب ما أدى لاندلاع حرائق ضخمة وخسائر كبيرة في المحاصيل. نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها ماهر الأزعط ينفي وجود أي دور مؤثر لوزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام في تأمين المواد الأساسية وضبط الاحتكار. إدارة مشفى المواساة الجامعي تعلن تسجيل عدة إصابات بفيروس إنفلونزا الطماطم بين الأطفال وتنوه إلى أن فترة الشفاء من الإصابة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين. الأمم المتحدة تصدر تقريراً تحذر فيه من عام جوع كارثي في سوريا خلال عام 2022، مشيرة إلى أن البلاد ضمن 20 دولة تعتبر بؤرة ساخنة للجوع. الجيش اللبناني يعلن توقيف 64 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية بين منطقتي الإقليعات والشيخ زناد شمالي لبنان أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر بطريقة غير نظامية. دائرة الهجرة الدنماركية تصدر تقريراً تقول فيه إن معظم اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال السنوات الخمس الماضية تعرضوا لانتهاكات مختلفة من قبل قوات النظام.